البرلمان له دور مهم جدا، لان هو هيبص على القوانين وهيبص على اللوائح وهيبص على الموازنه العامه وهيبص على اولويات المحافظات المختلفه، فليه دور مهم جدا باذن الله. ان شاء الله كله يتعاون مع بعض في الاخر لمصلحه البلد. تقولي بقى يا فندم للمصريين لسه ما نزلوش لحد دلوقتي؟ لا، نشجع كل واحد ينزل. انا بقول لاولادي وبقول للطلبه عندي في الجامعه وكل اللي بشتغل معاهم، لازم كل واحد ينزل يقول رايه مهما كان رايه ايه. ممكن ان احنا نعرف راي الناس، ده اهم حاجه، لازم يكون لنا دور فعال. Thank you.